انت تعرف يعني ايه قاعدة لينز؟ لينز ده بيقول ان اتجاه التيار الكهربي المستحث بيعاكس التغير في الفيض المغناطيسي المسبب ليه. يعني ايه تاني؟ اتجاه التيار الكهربي المستحث يعاكس التغير في الفيض المسبب ليه. يعني انا لو جبت قضيب مغناطيسي نورث وساوث وجايب سلك، تمام، وبدأت اقرب الساوث من الساوث اللي هو ال 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 الجنوبي مع الجنوبي، هيحصل طبعا قطبين متشابهين بيحصل بينهم تنافر. لما اجي اقربهم من بعض يخلي القوة دي ما تقربش، ولو انا عكست خليت الساوز مع النورس اجي ابعدهم من بعض يخلي القوة دي ما تبعدش. يعني ايه الكلام ده؟ يعني اتجاه التيار الكهربي المستحث اللي بيطلع يعاكس التغير في الفيض المغناطيسي المسبب له. يبقى لو سألتك يعني ايه قاعدة لينز، يبقى اتجاه التيار الكهربي المستحث يعاكس التغير في الفيض المسبب له.